تعلم القرآن وعلمه. رحبوا بالطبيعة بشيخنا الفاضل الشيخ جمعة عيد، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حالك؟ أنا بيك أنت يا ربي يبارك فيك إن شاء الله. يعيشك يا سيدي. المستمعين والمستمعات. يعيشك، رحبوا كيف سي جمال، مرحبا سي جمال. وبيك يعيشك. شنو حالك؟ الحمد لله سي أحمد. الحمد لله. الله وفيك. في انتظار بالطبيعة دخلت لنا مدام وفاء. كالعادة حصة مخصصة لتعليم تجويد القرآن الكريم. الجمعة اللي فاتت كملنا مع بعضنا سورة النبأ، اليوم باش ننتقلوا مع بعضنا لسورة جديدة. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السادة المستمعين المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وبارك الله يومي ويومكم وأعمالي وأعمالكم. أمين. ونفعني الله وإياكم بهذا اللقاء في الدنيا والآخرة بجاه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الشرفاء. أمين. في لقاء جديد، في خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما جاء في الحديث خيركم من تعلم، يبدأ يتعلم وبعد يعلم غيره. من تعلم القرآن وعلمه، نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على ذلك إلى يوم نلقاه لا مبدلين ولا مغيرين. أمين. وأخذنا بداية الجزء الأخير. الجزء الأخير معناها بلغة الأجزاء كل جزء فيه حزبان، وأخذنا سورة النبأ السورة الأولى من الحزب 59، أي السورة الأولى متاع الجزء 30. جزء 30 معناها كل جزء في الاثنين واللي 60 حزب. إذن اليوم كسورة النبأ، سورة النازعات، سورة النازعات اللي هي سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. احنا نذكر الكلام هذا معروف أن 114 سورة كلها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقت نقول كلها ما عدا سورة التوبة اللي هي ما ثمش البسملة، مهيش مكتوبة ولا تتلى، وهكذا نزلت. والكلام يطول في حكم البسملة بين السورتين عند القراء، هو الإثبات في بدايتها والاختلاف في خصوص ما بين السور. يعني لما ننتقل مثلا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وندخل لسورة النازعات، هنالك اختلاف بين القراء. واحد يدخل طول بالوصل، مثلا يقول يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا، يعني يعتبر حتى الوقت ما فماش مثلا مش بسم الله، يعني هي مكتوبة ولكن يعتبرها الناس اللي عندهم الوصل وإلا سكت، وخاصة أن الوصل يعتبرها كهمزة الوصل، كان نبدأ بها نحققها، كان مش نربطه الله من الله أكل همزة نحن يعتبروها كهمزة الوصل. واحد يقول يعمل السكت يا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا، وإلا يقف على كنت ترابا والنازعات غرقا، صفة الألف كذلك ساكن، وعملنا الوصل والسكت وإلا الوقف. الوقف كنت ترابا، وهنا إذا وقف حتى اللي ما عندهش بسملة وجب عليه في القراءة أن يبسمل، لأنه لما تنفس أصبح في مقام المبتدي. بدينا من أول وجديد. السكت معقول، الوصل معقول، إذا وقفنا أصبح الجميع مطالبا بقراءة. ولذلك احنا نخير في الجمع بالقراءات أننا نختار الوجه متاع الأخيان اللي يفهموا بالقراءات، الوجه متاع صيل الجميع باش يخرجنا عن كل إشكالية في خصوص أصحاب الوصل. نبدأ ملا أن نمليه بعض الآيات إن شاء الله، وبعد نشوف القراءة الفردية. رحبوا كيزا مدام وفاء المزاج، مرحبا بك، الله وفاك، صحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. إذن هذا بعض الآيات من هذه السورة، سورة النازعات. نرجع نشير إلى اللي تبع فينا من المصحف والنازعات. احنا نحب توا في اللقاء هذا ان نلقنوا ونسمعوا الاخوة والاخوات الكلام ربي اللي يشبه كما انزل. راهو ديما احنا عملنا ناقص، وعمل بني ادم ديما ناقص، والقراءة الصحيحة الا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما احسن واتقن وجود ديما النهاية عين البداية. ديما كم الأفق قد ما تقول أنا وصلت وأنت التوى سيكن اللي يقول في الشط ويقول أنا وصلت ما لا. والنازعات نشوفه إلى مسألة الرسم، الكلمة هذه اللي قدام المصحف نشوفه في ثم ألف صغير بعد النون وألف صغير بعد الحرف العين. هذه كلمة اصطلاحية في المصاحف العثمانية الأصلية مكتوبة والنازعات بدون مد، وبالتالي إذا تكلمنا على علم الرسم يتسمى حذف. حذف حذف. يعني أنا أسمع ألفا القرآن نازل، كل الروايات تقول والنازعات، حتى رواية من الشاذة ولا صحيحة كلهم بالألف. لكن في أنا أسمع ألفا ولا أراه، فيكون هذا حذف. أما لما نشد المصحف قدامي، المصحف الثانوي العثماني أو الفرعي، هذا مصحف اللي فرعي اللي عندنا الناس كل اللي عندنا الناس كل. والمصاحف الفرعية لا تحصى ولا تعد، كل واحد كيفاش ما شاء الله بالألوان. نشوفوا زادوا ألف صغير بعد النون وبعد العين، هذا في علم الضبط ايش تتسمى سي احمد؟ زيادة. زيادة خمسة زيادة. وخميس عليك ما شاء الله، ما زدنا زيادة تلميذ النجيب ما شاء الله. هذا يتسمى، شوفوا في علم الضبط تتسمى زيادة، وفي علم الرسم تتسمى حذف. هذا وقص على ذلك. عندنا قاعدة في علم في جمع المذكر المؤنث السالم، النازعات الناشطات السابحات، كل الألفات ما عدا بعض الكلمات القليلة كل الألفات محذوفة. محذوفة كما هك تكتب نون شاء كلها في جمع المؤنث السالم الألفات محذوفة نحن الألفات. نعم. والنازعات غرقة، والناشطات كيف كيف، والسابحات أو كيف كيف، فالسابقات أو كيف كيف، فالمدبرات كيف كيف. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذه يا سيدي ثلاثة تاءات جاءوا بحذا بعضهم. تتبعها الرادفة الرادفة تتبعها يوم ترجف الراجفة تتبعها. وقص على ذلك
نبهوا السادة المستمعين والمستمعات إلى أنه الحروف المتماثلة تا تا والبابا كي يكونوا بجنب بعضهم في حالة الوصل أكثرية الناس يخفيهم في بعضهم، خاصة كي تكون الحرف في آخر الكلمة الأولى والحرف الآخر في أول كلمة من بعضها. هذه كثير من الناس ما شاء الله فيه هدى، تولي الراجفة ديركتي الراجفة الراجفة تتبع ما تسمع شيء، كان تسمع كان تت اللي من بعضها أكو أكو. مثلا فيه هدى خاصة الهاء، الحرف الوحيد اللي هو هوائي وبعيد المخرج ما شاء الله، فيه هدى قليل المعلمية فيه هدى ما شاء الله. إذن هذه بعض التوصيات، ونقول على أن الأوقاف، نذكروا السادة المستمعين والمستمعات على أن الأوقاف مش نظام الأوقاف توقفية، مش توقفية، أقف وين تحب، خاصة إلا في وقف قبيح، أما خاصة في البداية متاع التعليم. لما سئل سيدنا علي كرم الله وجه عن الترتيل قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذن المحطة الأولى هي تجويد الحروف، ما نجموش نعملهم مع بعض. أكيد. اتعلم كيف تنطق الحروف صحيحة الساعة مفردة وبعد مركبة، ما تطولش على روحك آية كما هذه كلمتين والنازعات غرقة، وبعد ما تمكنت من تجويد وتحسين النطق بالحروف مركبة ومفردة، وقتها 55 عليك تنجم تتحدث عن الأوقاف وتتعلم الوقف التام والكافي والحسن إلى غير ذلك. باهي، نمشي إلى القراءة الفردية مع التعليق، وإذا كان ثم سؤال أكيد من تفضل. نبدأ مع مدام وفاء. نواصل في نفس السورة. أي في نفس السورة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. بعض شوية ملاحظات في هذه، نلاحظوا عن الأخت دخل الطول ما غير استعاذة اللي تبع يقول شبيه زعم هذه، هذا رو هذاك فنين هذاك الصحيح. إذا كنا نقرأ بالدوري في الديار ولا في المساجد القراءة بالدوري واحد وراء واحد، فلا يستعيذ جهرا إلا المبتدئ الأول، والبقية ادخل طول. أما الاستعاذة سرية، مش بسمل سرية، مش تستعيذ سرا، هو ما مستحبة حتى في البداية، وخاصة هنا قال لك خلاف الأولى. علاش؟ قال اتبسمل ما يسالش الاستعاذة، تقول علاش من شنو وفي وسط السورة مبسمل؟ قالوا لأن البسملة باتفاق هي من القرآن، من سورة النمل أقل شيء، حتى ليقول البسملة في بداية السور ليست آية، هم مجمعون وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ما ثماش خلاف فيهم. وبالتالي لما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باتفاق العلماء الكل على أن الاستعاذة ليست من القرآن، إذن أنا قريت ويقوم اللي بعدي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعذ من القرآن اللي كان يسمع فيه، لا أنا أتحسن في قلبك. إذن اللي عملته هذاك فني. بعد يقولون أئذا متنا وكنا أئذا أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، هذا يسمى استفهام مكرر. عندنا ما شاء الله استفهام المكرر في القرآن، معناها نلقى أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا، هم زوز عندك بالنسبة القالون، نتحدث على القالون، عندك المواطن بتاع الاستفهام المكرر، الكل يكون استفهام وإخبار، يعني يسقط الهمزة الاستفهام الثانية اللي هي أئذا أئنا وأئذا كنا، الثانية ناحية إلا في سورة العنكبوت والنمل، هذو صور هذوما يتعكس الحكم، يولي الإخبار من الأول همزة واحدة والاستفهام الثاني يولي همزة ثانية، وكل واحد يقعد على الحكم متاعه. كيف سمعنا في الوقت مدام وفاء الحافرة، برشا من الناس الحافرة على الهاء يحكي على الهاء يعطيك الصح. نعم، إذن هذه الملاحظة بالنسبة للقالون، حفص يقول أئذا
ديما عنده أكل التحقيق الهمزة كذا. احنا عندنا تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال إذا إذا. ويلاحظ يا أحمد يقول برشا ناس يقول الحافرة، صحيح الحافرة، مش قلت لك تو كنا قلت لك الهاء راهو حرف يعني مهموس وحرف هوائي، وبالتالي كثير لا أقول من العوام من المتخصصين، كثير متخصصين بداية الاختصاص متاعهم الهاء ما تسمحهاش، وبالتالي الحافرة الهاء هذيك كما تقول يهدي تبع مليح برشا سواء في الإذاعات المسموعة والمقروءة. ربي يهدي الحرف هذي ما مش عاطينه حقه في الوقف، أقول في الوقف. إذن الملاحظة متاعك مهمة وموجودة، وأنا ما زلنا نسمع في التاء هذه كما تاء التانيث المربوطة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. الله يفتح عليك. فإنما هي زجرة واحدة. أنا بكل صراحة أخذيت على المشايخ ونذكر السادة المستمعين والمستمعات على أن الحافظ ابن الجزري المشهور والمعروف بالقراءات الشيخ متاعه المقرأ متاعه هو تونسي أحمد بن عرفة، أحمد بن عرفة، وهل النطق متاع الجيم وكذا، ووصلني البارح الحق يعني سيكونس متاع قراءة 130 سنة التالي على أنك القراءة الراء قراءة عادية والجيم عادية كمتاعنا والضاد والراء كما كنت وتسمع فيه الأخت ربي بارك فيه. إذن احنا راو مدرستنا عريقة، ولكن على الأقل يا أخواني انت خذيت على الشيخ ما تقولوا شو متغلطين، تعنا نقبلوكم انتم ما تقبلوناش، على الأقل يا أخي كل واحد يقول راني خذيت على الشيخ هذاك حتى يطمئن قلبه، أما ما تغلطش غيرك تقولش راو غالب. نعم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. بالنسبة للإخفاء الله يبارك فيها معناها عملتك واحدة ف، هنا اختلف العلماء في وضع اللسان عند الإخفاء. برشنا قول من الأقوال قالك اللسان حطه في مخرج الحرف المخفى عنه، هذا قول موجود، ولكن نوقش هذا القول بأن الإخفاء هي حالة بين الإظهار والإدغام. ما دام هي حالة بين الإظهار والإدغام معناها اللسان ما يزموش يمشي للمخفى عنده، لأنه وقتاش يمشي المخفى عنده في الإدغام، وبالتالي أحسن ما قال كما الشيخ المرغني وغيره، اللسان يقرب مسافة يقرب من الحرف المخفى عنده، يقرب باش يكون كلامنا معقول حقيقة مرخم. كان تعطينا مثال باش تفهمنا كيفاش يقرب معناها تو لما نقول أيوة. لما نقول واحدة تنفى هكا تولي شيخنا تغزر الكاميرا باش يتابع فينا على الباج فيسبوك متاعنا. الكاميرا هذيك الثالثة اللي من غاديك الثالثة اللي عم يسرب الكل. إذن لما نقول مثلا ناخذ الحرف اللي واضح في النون الساكنة نقول أنت مو إخفاء ولا نقول أنا لساني قربته هكا شوية ولكن ما مسيتش في مخرج الداء حطيت لساني في مخرج التاء فرق والاخرى الصوت يختلف، حتى الصوت يختلف. نعم الصوت يختلف، يختلف. اذا هذا الصوت مختلف فيه في علم الصوتيات وعند ساداتنا علماء التجويد مختلفين، واحد يقول يعني يمس وهم قله، وبعد الشيخ المرغني وما دراك وملف لف يقولون بان لسان يقرب ما تمسش باش نكون حالة بين الإظهار والإدغام، وهو الشيء اللي كنا نسمع فيه ربي يبارك. هل أتاك حديث موسى أو هل أتاك اللي قاعد يتبع فينا بمصحف، هل أتاك مكتوبة أتيك أكي ثم ألف صغير معناها هذاك في علم الرسم هذا يتوى الضبط متاعه صحيح المصحف هذا القديم يا ربي يبارك فيه، الألف هذا فوق السنة بالضبط
فوق السن. النقطتين حطيناهم ولا ما حطيناهمش ما عندهم حتى قيمه، لان مسبوق بفتح ماهوش ما حد. النقطتين هذوما موجودين في المصحف العثماني الاصلي؟ لا الاصلي ما فيه حتى شيء. اما بعض المصاحف الفرعيه يحطوا النقطتين وبعد الهمزه كذا الهمزه السنه وثم هذايا مثلا قديمه ما فيش مش اشكاليه. والاصوب انه ما نعملوش نقطتين. اذا الالف لما نقول انا قلت القران انزل منطوق اتاك، اي اسمع الفا وارى ماذا ترى يا احمد؟ نشوف يا ما نشوف يا. اذا هذا ايش تسمى؟ شوف الف وبعد ولا يا ايش تسمى هذا؟ ابدال. اي نعم ابدال. اذا اذا نازل الف وانا نشوف فيه يا هذا يسمى ابدال. هل اتاك حديث موسى؟ موسى اسمع الفا وأرى ياء كذلك إبدال. أو ألف المقصورة ما نقول. أي ياء الألف المقصورة هي. مش ألف معناها. أيوة. العلماء الضبط يزيد وكل ألف وكل ياء. كل ألف الصغرون. إذن في علم الرسم في علم الرسم هذا يسمى إبدال، أبدلنا الألف ياء. وفي علم علم الرسم عفواً، وفي علم الضبط أكل ألف إيش تسمى هذيك؟ زيادة هذيك. زيادة. متفهمين فيها. من الزواج. وكأني نعم. بها إشارة للقراءات، هل أتيك نعم. حديث موسى؟ يعطيك الصحة. لا ما ثم كلمات كعجز. ترسم من الإعجاز العلمي أنه خاطر ثم يقول موسى موسى. شفناها بيا في الموسم اللي فات الإمالة الكبرى والصغرى. والصغرى وكذا. نعم. إحنا عندنا الناس تقرأ بالفتح وناس تقرأ بالإمالة. بالإمالة. مش ضد، المقابل للفتح هو الإمالة. والإمالة في إمالة صغرى ولا كبرى. يعني التعويج. موسى أي الفتحة متاع الفم. محقق. وتعويج الفم. موسى موسى كما ورش. موسى كما شو اسمه الكسائي وحمزة. نعم. أيوة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه ثم واو صغيرة هذيك مد الصلة وللإثمار عند المدبية القدم. الواو هذيك في علم الضبط ايش تتسمى هذيك؟ في علم الضبط زيادة. زيادة زيادة الله زيادة الله ما شاء الله يتم زيادة. أنا أحب أن نشوف سي أحمد يكون عينة من عينات المستمعين باش يشوف اللي قاعد يتبع فينا. نسألوا على الناس إذا تلقك الواء الصغرونة ولا الألف الصغرونة هذيك زيادة تسمى في علم الضبط. أيوة سهل. كل حاجة مع النقاط والشدات والهمزات كل ما زيد على الكرسي متاع الحرف سواء همزة وإلا النون النقطة والفتحة كله تابع علم الضبط ويسمى زيادة. فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى إلى كيف معناها إبدال إلى أن تزكى. ونسطر على الكلمة هذه ونقول كل نون مخفاة تقبلها همزة قطعية الخطأ اللي موجود هو إخفاء الهمزة. هذه نقول فقل هل لك إلى أن تزكى. نرد بنا من في كامل القرآن كل نون مخفاة مسبوقة بهمزة قطعية إلا والناس تخفي أكل همزة هذيك. نعم. وأهديك إلى ربك فتخشى. ما شاء الله فتخشى الخاء جميلة التفخيم متاعها كأنها خاء. نذكروا بأن الحرف المفخم تاع خص ضغط انقض إذا كان ساكنا فيفخم على وفق الحركة اللي قبله. كان مسبوق بفتحة يفخم كأنه مفتوح تخشى. كانوا مسبوق بكسر إخ. كان مسبوق بضمة أخرجوا لكذا في المستوى هذا. فأراه الآية الكبرى. الله يسمحها إن شاء الله. فأراه الألف مش حاطينه على السنة أو في المصحف هذا ماشي بلاصته هذاك خطأ في الضبط إن شاء الله ربي يصلح عنا.
بكري كانوا بالشمع ويقرأ مرتين ولا ثلاثة ويصح يقول راجعته من أولي إلى آخري. آه فأراه أكل ألف صغير يزم يكون فوق السنة. ما نعرفش عندك غادية فوق السنة ولا بعيدة بعيد شوي. أيوة هذاك خطأ اللي ما يعرفش يقول فأراياه. آه فأراياه صحيح. أكل ألف يزم يكون فوق السنة لأنه إبدال. والضبط متاع الهمزة متاع الآية ما يفهم كان اللي قدمه مصحف أكل الهمزة القطعية راس العين ما تتحطش غادي خاطر هي ما تبدل آية ويلزم تتحط على ستر على سطر بعد أحسن باش نقوله الخيان اللي يحب هكا يصلح الضبط متاع الواحد يرجع إلى مطبعة علي العسلي. مع مطبعة علي العسلي برواية قالون في المطبعة في الطبعة الأولى 74 والطبعة المنقعة 84 أحسن أحسن أقرب شيء للضبط هو للمطبعة هذه الله يرحمه الضبط صحيح. أي نعم. أقرب شيء. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أيوة فقال أنا هذه أنا في القرآن الإمام نافع اللي هو الشيخ الإمام قالون وورش أنا عنده كما قالون إذا كان همزة قطعية مفتوحة لمضموم يقول أنا وإذا كان مكسورة عنده فيها وجهين والوجه المقدم هو أنا بالإثبات وورش في المكسورة المفتوحة المضمومة كما قالون المكسورة يقول أن إن أنا إلا أما بقية القراء الكل أنا سواء همزة قطعية ولا مش همزة قطعية أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أتصوريتك القراءة هكا بيكون لكلفة خاصة العين حبيت أنا ربكم الأعلى وثم أنا ربكم الأعلى يا ود عليش تنزل على العين يا دي هذا تكلف وتعسف. القراءة اللي يحب يشوف هالسيكونس هذا متاع 130 سنة التالي تو يسمع القراءة متاع في مكة المكرمة. نعم تسجيل نادر أكيد. نعم هاي تفضل سيدي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نحاولك التنوين هذاك لعبرة لمن يخشى. أي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى. هذا فيه قول من الأقوال اللي مع التنوين الحمد لله المخارج ولكن الذي يفتى به المعمول به إضغام بغير غنة هكذا لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذا حفص يقول أأنتم احنا هذه نقوله تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال أنتم لكن التسهيل نقول يا خيان يا اللي تسمعوا فيها التسهيل أراه عند الكثير قاعد يعملوا فيه بالغلط أراه التسهيل أنت التعريف متاعه يقولوا لك الصحيح والتطبيق هو النطق بالهمز بين حرف مد بين همز محقق وحرف مد يجانس حركته. هي صعبة شوية تجي تشوفها الحق نعم. والعلم بالتعلم والتسهيل بالفتح مضموم أو أي يعني نصف ألف حركة ما نقول ألف أنتم وهو الغلط أنتم مختلسة مش اختلاس ما عطيش كل حركة أملة أنتم لا أنتم أشد خلقا وناس عادي نجموا يقرأوا أنتم بتحقيق يليت ويقرأ هكا هو يليت ويقرأ بتحقيق الهمس خير ملي حققوهم خير ملي تسالوا بالغلط أيوة نعم أيوة
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأكل الغين كيف زيدها شوية رخاهم يسالش. وأغطش ليلها وأخرج وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أو كمرعاها الضبط لباس لباس ماءها. الكلمة هذه اصطلاحية على خاطر راس الهمس غير موجود في المصحف العثمانية الأصلية. ماءها ما كيما نقولوا كيما نقولوا ايوه نعم يودي حكمه الهيه راهو في كل شيء سبحان الله وبر توا في صفاقس يقول موقع حتى حد شيء شيئين شيئين اي شيئين هذه عند الامام حمزه قراءه شيئين انا فخذت يودي كل شيء تلقى عنده مخرج ما تلقى المخارج لبس الفايده اقرا كيما قلنا قداش ديما نذكروا بها معناها كي يقول لك بريويج كون تقرا قل له نقرا الله الله عليك بارك الله فيك اللي يسمعوا فيها ديما ما دامنا نتعلموا ولتو ما اتقناش روايه قالون ولا اي روايه وحدها اللي يسرق كل اخويا انا نقرا في القران واخرج من اللعبه وباش ما تقراش انتم وهي نتاع حفص وتقول راني نقرا بقالون ايش تعمل يا سي فلان نقرا في القران خرج من كل اما الدعوه تقديمها مفتوحه للجميع باش يلتحقوا بالجمعيات ويحفظوا ايوه والدعوه مفتوحه باش اذا تتعلم يا ودي راهو العلم اقتيره ما اقتيره لا تو نتعلم وحدي كيما في الحج احنا نجي ندرسوا كل حجاج شوف ما جيتش والله جاري عمل خمسة عمرات ولا خمسة حجات انا قاعد يقري فينا يا سيدي وقت اللي مشاو غديك اضربهم السيد هذايا الاشواط بين الصفا والمروه 14 جو حسب لي مشى وجاي جو جاو دقدقهم هذاك يستاهل هكاك على خاطر يقول انا ماشي لله هذايا في علم الفقه اما في التجويد خالي في التجويد يعيشك اللي يسمع فيها راو عندنا حصه في الاسبوع سويعه وربع ولا تكون بالنسبه للناس اللي تحب تلتحق كيفاش شيخنا بالنسبة للخيان والأخوات اللي يحبوا يلتحقوا باش يتعلموا قراءة التجويد ما شاء الله في كل ثنية موجودة مراكز يلتحق بأقرب مركز ليه إذا كان ما عرفش يمشي للمركز الجهوي متاع قسم التجويد اللي هو في سيدي جيلاني مركز البرجي أكسع هما يوجهوه وعندهم التليفون الأقرب مركز أكيد يعاونوه أما إذا عنده بحذاه مركز المركز الكل ما شاء الله تقري ما شاء الله في الأرياف وفي كل ثنية في كل ثنية في صفاقس توا مش عندنا مركز واللي حب يقرا واللي حب يقرا عندك بالذات كيفاش توا يجي للحصة هذه يسمع الحصة هذه يسمع الحصة هذه والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تلاحظوا أن متاعا كلمة اصطلاحية الألف محذوف ولأنعامكم كيف والمدبية بكري على اللوحة يقولوا متاعا محذوف يرمي له يقولوا متاعا محذوف ويكتبها وبعد يفهم ديريكت ولا يفهم متاعا محذوف ولأنعامكم محذوف هكا شو يقولوا يكتبها هكا وبعد يحط الالف كانوا كي يكتبوا على اللوح معناها اي على اللوح يعني يقولوا محذوف يعني يحفظ الرسم زاد أيوة. مش كان الكلمات لكن باللوحه ما شاء الله يتعلموا الرسم ويتعلموا الضبط واذا كان الشيخ ما شاء الله هكا يتعلموا حاجتين والرسخ يرسخ الحفظ في اللوحه وقت يشد المحراب يتذكر في اللوحه كيفاش كتبها ويعرفها مش كي يجي من بعد يقول له ما الصلوتة بري واقيموا الصلوتة واتوا الزكوت عجبتك هذه الصلوتة أيوة. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الكلمة هذه الصراحية الهمزة القطعية ما إيش مرسومة في خصوص المدود نذكر بكونوا المشهور أنه المد المتصل ألفان المد اللازم ثلاثة ألفات لكن هنالك والحمد لله قول من الأقوال المدود لا حد لها
المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله. ما إذا عملت فإذا جاء يسر هذه متعمد طويل الآخر يلزمني نكون أطول منه وهكذا ويكون المدود متناسبة. هذاك هو المطلوب. ولكن الوجه تعفرك يا أخي الإنسان نمشي بالقول المعروف الألف اللي هو حركتان. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كيف كيف الإنسان يعني الألف محذوف سعى هذا يتسمى إبدال. إبدال الألف ياء في الرسم والألف زايدة في الضبط. وبرزت الجحيم لمن يرى. لمن يرى في الضبط هذا إدغام بغنة ناقص. علاش؟ لأنه النون بقات صفة منها لأن الياء ليس بحرف أغن. وبالتالي علماء الضبط اش عملوا؟ خلاوا السكون متاع النون موجود للدلالة كالسكون يعوض الغنة التي نسمعها ويعملوا الياء فوقها شدة. فإذا كان مع النون من نصير السكون ما تلقاش معناها الغنة راهي نون نون في جحر النون الثانية. هذه يعني ادغام كامل معناها كامل ادغام بغنة كامل. احنا من الأسئلة اللي نسألوها للمتعلمين والمتعلمات ما هو ما هي المواضع متاع الادغام بغنة الادغام الكامل اللي هكا مش كذا يقول ادغام اللام والراء. لا هنالك ادغام كامل بغير غنة وادغام كامل بغنة. الميم والنون الميم والنون ادغام بغنة كامل. بغنة كامل وادغام كامل من غير بغير غنة اللي هو اللام والراء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. وآثر كيف كيف الهمزة القطعية ما هيش مرسومة. وعندك قاعدة في علم الرسم كل كلمة تبدأ بألفين فأكثر إلا وترسم بألف واحد. إذا أن آمنتم متاع الأعراف والشعراء كما آمنتم متاع الملك يرسموا كيف كيف والقراية مش كيف كيف الضبط مش كيف كيف. إذن علماء الضبط يلزمهم يكونوا مراسخين في علم الرسم وعلم العربية وعلم كل شيء. آثر الحياة الدنيا هذه كما الصلوت حياة الدنيا هذه إبدال الألف واو والدنيا هذه كلمة الحيوت أيوة الدنيا هذه كلمة فيها النون وبعدها ياء ما فيهاش مش الدنيا لا ما فيهاش إدغام. احنا الإدغام لا يجوز إلا في كلمتين حقيقيتين أو حكميتين. حقيقيتين كما من يشاء عندنا كلمتين وإلا كما نخلقكم. نخلقكم مثلا هذا إدغام صغير. نخلقكم كلمتين هما نخلقكم أك الضمير هذاكم يسموه كلمتين. ولا طاسين مين عندنا 10 قراءات 9 قراء يعتبرون أن طا سين ميم 3 كلمات وقاري واحد اللي هم الإمام حمزة يعتبر أنها كلمة واحدة وبالتالي ما يعملش إدغام. طا سين ميم يعملش إدغام تحقيق. وأبو جعفر يعتبر 3 كلمات ويسكت عن بعد كل كلمة هذه طا سين ميم بدون نفس أبو جعفر أيوة. فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله يجعلنا منهم هذوم. امين. القسم الاول عاد من طغى واثر الحياه الدنيا وشكون مشى للقبر وجاب القبر واعطيني اليوم وخذ غدوه. الله لا يجعلنا منهم ان شاء الله. امين. وهذا يا اهل السعاده. واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى وانت اعلم بنفسك. أكيد. كل واحد هو اعلم بنفسك ان شاء الله. فان الجنه هي المأوى ان شاء الله. امين يا ربي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. بورك فيك أيان برشا ناس يقولوا أيان مرساها
يا ودي فيك تنزل عليها ما هي مشددة يزيد يشددها يزيد يشددها ولي وثلاثة يبارك فيك أيانا أيانا حرف رخو يعني هو في هو حرف رخو ولا رخو يقول رخو ولا رخو بكونوا أيانا كي ينزل يقول أي يا مش ولي وثلاثة يا الساكنة مشدد والآخر متحرك فيما أنت من ذكراها قف على فيما ترى يا استجم في الله أكبر قولي ما ال وإلا فيما أيوة ملا فيما هذه عنا فيما العلماء اختلفوا في الوقف هذا هذا مراعاة للرسم يقول فيم فيم بالقصر والتوسط والطويل وفيه يقول يقول في مه بالها في الاخير في مه قراء اخرين هذا اي نعم الاقرب لنا انه قالون في اي في الاكثريه هكذا يفعل يقولون نعم الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشى انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إلا هيا إلا عشية أو ضحاها عودها إلا عشية لا عشية كسر ما تنزلش عليها إلا عشية عشية أو ضحاها إلا عشية أو ضحاها كل يا مشددة قبلها كسر هذا الخطأ متاعها صلية عشية عشية لا عشية عمودي عشية وتشوفوا في الضبط أكل الفتحتين الفوق عشية الفوق بعضهم نذكر السادة المستمعين المستمعات اللي يتابعوا فينا على أن التنوين ثم مركب وثم متتابع مركبة كفتحتين فوق بعضهم علامة عشي. الإظهار نوع واحد للمركبة والبقية الكل متتابع يعني بعض على بعضهم شوية أي بعض على بعضهم متتابع وضحاها هذه رسم اصطلاحي بإبدال الألف يا أن يعطيكم الصحة بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير أكيد شيخنا أكيد احنا كي نوصلوا لختام حصتنا بالنسبة لليوم من ديوان الجمعة تحية لأيمن المسعود أكيد في الإخراج الشيخ مليح في فقرة مساوئ الأخلاق الشيخ فتحي رباعي في فقرة تعلم قبل ما تتكلم الشيخ جمعة عياد وسي جمال ومدام وفاة في فقرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه هيفا بن يوسف في فقرة باسمك نحيا تحية لكل من شارك في فقرة العصور الذهبية سيناريو وفاة جابر عباس المسدي في دور الراوي في التمثيل الياس بن صالح نادر بن شيدة والعبد رلا وطبعا حسام الحلواني في مونتاج الفقرات هذه الكل وزادنا كيف كيف نشكر نادر بن شيدة اللي وفرنا اليوم لايف على الباش فيسبوك متاعنا باش نجمو تابعوا الحصة تاع وفقرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه كان معكم